بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة مجددة. إذا عدت هذه المرة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي في درس كنا قد تناولناه مع بعض، لكن للمزيد من المعلومات قررت أن أعيد التذكير بأنواع المواد الطبيعية في الجزائر. كما سبق وعرفنا أعزائي التلاميذ أن الجزائر غنية بالموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة. شرحنا ما معنى الموارد المتجددة، أي أن الموارد التي لا تنفذ عند استهلاكها. أما الموارد غير المتجددة فهي الموارد التي لا تتجدد ثانية، أي أن استعمالها يعرضها للزوال. إذا كان هذا الأمر مفروغ منه وواضح، فما هي أنواع هذه الموارد؟ الموارد الطبيعية في الجزائر أنواعها هي: النوع الأول وهو الموارد المعدنية. للجزائر موارد معدنية عديدة، نذكر منها الحديد الذي يستخرج من ولاية تبسة، بالضبط في منجم الونزة، والذي يتم تصنيعه في عنابة. الفوسفات أيضا معدن مورد معدني مهم، يوجد أيضا بولاية تبسة، بالضبط في الكويف، ويتم تصنيعه أيضا في عنابة. المعدن الثالث وهو الذهب، والذي يستخرج من صحرائنا الكبرى. إذا النوع الثاني من الموارد الطبيعية هو الموارد الطاقوية. الجزائر غنية بمجموعة من الموارد التي تزودنا بالطاقة، مثل البترول الذي يستخرج من الصحراء، أيضا الغاز الطبيعي يستخرج من حسم السعود وحسم الرمل، وكذلك مورد النفط. النوع الثالث من الموارد الطبيعية هو الموارد الفلاحية. الموارد الفلاحية هي ثروة جد مهمة وثرية في الجزائر. نذكر من هذه الموارد التربة الخصبة، الأشجار والغابات، والثروة المائية. إذا أعزائي التلاميذ، كانت هذه أهم أنواع الموارد الطبيعية في الجزائر المتجددة وغير المتجددة، وقمنا بتصنيفها إلى ثلاثة أنواع. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم، ومن لديه أيضا أي استفسار فليتركه في التعليقات، والسلام عليكم.